اسمك للكاميرا لو سمحتي. رضا وممدوح. ثلاثي. رضا وممدوح ابو زيد، هو لازم تسجيل؟ اسهل بالنسبه لي بدل ما اخد النوتس كتابه يعني. لاحظي مش انت الوحيده اللي مقدمه على الوظيفه النهارده. لو موتركي قوي كده نوقفها. اللي تشوفه يا دكتور. اوكي. اشتغلتي قبل كده ريسبشن في عياده او مستشفى؟ لا، بس درس اداره وسكرتاريه، واشتغلت في شركه استثمار عقاري واستيراد وتصدير وريسبشن في كوافير حريمي، كله موجود عندك في السي في. ايه ده كله؟ وليه ما كملتيش ولا شغلانه؟ حضرتك عارف الظروف الصعبه بقى، ما حدش بيعمر في وظيفه. متجوزه؟ الحمد لله، وعندي دنيا 8 سنين. اتجوزتي صغيرة؟ لا أبدا، عادي زي الناس عادي. أنا مش قصدي أتدخل طبعا في حياتك الشخصية، أنا بس عايز أطمن إن حياتك الشخصية مش هتأثر على شغلك معايا. لا الحمد لله، عمره ما حصل، مش هيحصل إن شاء الله. إن شاء الله. ماشي يا رضوى، مبروك، أنت معانا. هو مش بيبقى فيه على طول كده؟ أنا فاتح العيادة دي بقالي أكتر من 10 سنين، وأعرف أميز كويس أوي الناس بتاعة الشغل من الناس اللي لأ. مؤاخذة. قبل ما تمشي بس ناخد صورة بعد إذنك، بص للكاميرا. بص للكاميرا. شكلك عجبتيه. يوم يديني الوظيفة بالسرعة دي؟ اه، هو دكتور عصام بيجيب من الآخر، كله عم يحمي على السخان. بعدين يا حبيبتي، ما انتي شكلك حلو وبتفهمي في الكمبيوتر، هيستنى ليه يعني؟ أصل الصراحة يعني هو بيتقال عليه كلام، استغفر الله العظيم. كلام إيه؟ بصبصات يا سعاد. سعاد، أنا رايح مشوار وراجع تاني. سلام يا دكتور. طب بذمتك وانتي قاعدة معايا، حسيت إنه بيبصبص لك؟ النبي، ما انا عارفه بقى. يبقى شوفي بقى، ما انت هتمشي ورا كلام الناس اللي مالهمش غير في النت والعجن والخوض في الاعراض والسمعه، يا اما يا حبيبتي تشوفي مصلحتك، تسددي ديون جوزك، تشوفي مصاريف بنتك، عقلك في راسك، تعرفي خلاصك يا رضوى. ما حدش هينفعك في الاخر يا حبيبتي. شبرا شبرا، غني. اشترك في باقات واتشت الشهرية، بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.